وبرضه في نفس الوقت عايز اقول رساله مهمه لكل جماهير النادي الاهلي. قبل ما اقول الرساله طبعا يعني بشكر نجمنا كابتن محمد ابو تريكه، يعني من اللعيبه اللي انا زميلتهم صراحه، من شخص محترم جدا، شخص متواضع فعلا، نموذج ومن احسن الناس، بالرغم انه ما ترباش داخل ناشئين النادي الاهلي، لكن من اول لحظه دخل فيها النادي الاهلي تحس ان هو تربى داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. رسالتي برضو معانا تويتر دلوقتي لنجمنا محمد ابو تريكه بيقول فيها: حسين الشحات جمهور الاهلي لا ينسى، اصبحت رمزا قبل ان تلعب في عصر اصبحت الماده هي الطاغيه، ومن يختار الاهلي دائما يفوز، ليس بالبطولات فقط ولكن باهم حاجه لدينا قلوب جماهيرنا وهي ورب الكعبه اغلى من كل الاموال. فعلا الرساله دي مهمه من نجم كبير زي محمد ابو تريكه، ان دايما تحب جماهير النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم حسين الشحات ضحى باموال كتيره في وقت في ناس بتجري على الفلوس بتجري على المال، لكن يبقى حسين الشحات قبل ان يلعب للنادي الاهلي فهو رمز في كل قلوب جماهير النادي الاهلي. ورسالتي برضو لجماهير النادي الاهلي خلال الفتره الجايه لازم يبقى عندنا مسانده قويه لمجلس ادارتنا، لازم مسانده للاعبتنا، لازم مسانده لادارتنا، علشان ان شاء الله النادي الاهلي يعود اقوى من الاول.